ايوه وصلت. مش قادر انسى اليومين اللي قضيتهم معك. إيه؟ لو قلت لك انك وحشتني هتصدقني؟ اصدقك. بس انا زعلانه منك عشان مشيت وسبتني. بس اعمل لك ايه بقى، انت حر اعمل اللي انت عايزه، ما انا مش هقدر اغصبك على حاجه انت مش عايزها. ماشي، بس وحياتي ما تتأخرش عليا. تصدقي بالله انا عايز ارجع تاني عشان خاطرك، عشان اشوفك. ايوه. هي مين يا حبيبي اللي عايز ترجع مصر عشان تشوفها؟ مع السلامة. قول احكي لي، اصلا احب حكاويت جو. يا بريه انا بحبش الطريقة دي. امال انهي طريقة اللي تحبها؟ اصل نسيت. يعني يا راجل سايب الدنيا تضرب تقلب وداير تلعب وتدور على راحتك. مين اللي كنت بتتكلم معاها؟ ها؟ واحدة تعرف علي؟ اخص عليك يا عبد الحكيم. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، تشغلش راسك انت، ان شاء الله يولع البيت باللي فيه. خير يا جبرية، حصل ايه؟ الست هانم جابت بناتها عشان يقعدوا في البيت على طول، وعايزة تبني شقة فوق البيت عشان تاخده كله، وعملت عمل لأختك فوزية عشان تخرب جوازتها على محروس، وانت طالقها علينا. قال ايه؟ مرت اخويا، اقدرش اقول لها حاجة. لا يا حبيبي، قول لها انها هنا ضيفة شوية وحتمشي، مفهوم؟ وبعدين قول لي مين السنيورة اللي كنت بتتكلم معاها؟ ما هو مش عايشان سايبك تلت وتعزيني وتتكلمي وانا ساكت تقومي تقلي ادبك. ها؟ هتقولي هي مين وبتعرفها منين وبتتكلم معاها ميتة وليه وكيف؟ وانا مش هقولك. هتقول عشان انا مش قالب طوم في البيت ده. بقولك ايه؟ ايه؟ انا سايبك تلت وتعجيني من الصبح، ها؟ كفاية لحد كده، فاهمة؟ ده انا خايفة عليك. لا، انت خايفة على نفسك. انت ودك البيت ده يتهدى على اللي فيه، ان شاء الله نموت كلنا وانتي تفرحي وتعيشي، مش كده؟ لا 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 لا، مش كده. انا تفكر فيه. شش، خلاص خالص، فاهمة؟ ده بيتي، بيت مين؟ بيت انا يا جبرية، يعني لما باجي علشان ارتاح. انت ما ترضيش ارتاح، يعني مش عايز وجع دماغ. وجع دماغ مش عايز. ايه؟ لا خالص خالص. يلا. ايوه حلو حلو كده. شفت الجول تونسك؟ ابعد عني ومالكش دعوه بيه. ايه الحكايه؟ بعد عني بعد عني، ما ينفعش كده، صدقيني حزهك. لما تعمل اللي قلنا عليه الاول هبقى اعمل لك اللي انت عايزه. هعمل ما تقلقيش، بكره ان شاء الله هتكلم مع ابوي. بس انت لايميها بكى. لما تكلمه حسن، لما تكلمه. ما عايزك تعرفي حاجه، عايزك تعرف ان انا بحبك، بحبك قوي كمان. وانا عايزك تعرف حاجه، عايزك تعرف ان انا فاهمك كويس قوي. ايه ده يا ماما؟ انتي قلعتي اسود؟ يا حبيبتي
الحزن في القلب مش في الهدوم. ايوه بس انا كنت فاكره ان انت عمرك ما هتقلعي الاسود ابدا. انت كمان لازم تقلعي الاسود. الاسود يا زينب بيخلي الواحد نفسيته مقفوله ومش عارف يفكر. وانا هفضل طول عمري حزينه على ابوكي على عبد الله. حاضر. ايوه يا سيدي عارف. حاضر حاضر. مسافة السكة. جاي لك جاي لك على طول. يلا. مع السلامة. صباح الخير. ايوه صباح الخير يا ست كريمة. صباح الفل والهنا والرضا. هو أنت خارج ولا إيه؟ عندي مشوار كده مع الحاج كامل. طيب يعني كنت بس أسمحك وبستأذنك أروح أطل على نادية وعبد السلام أخويا. ده كلام برضو. تستأذنيني؟ طبعا. امال ايه؟ الله، مش انت راجلنا وحامينا وعايشين في خيرك؟ حتى لو هعدي بره عتبه الباب لازم استاذنك واخد منك الرضا، حتى لو كنت رايح على عبد السلام اخويا. هاتي ده واطلعي صحي الست جبريه عشان تيجي تفطر معانا. ست جبريه طلعت من بدري. خرجت كده من غير ما تقول؟ ما قالتش رايحه فين؟ طب روحي انت واعملي لي قهوه. معقوله تخرج كده من غير ما تقول هي رايحه فين ولا ما تكلمها؟ اطمن عليها، اطمن عليها. لكون خارجه زعلانه من اللي حصل امبارح وخدت في وشها وسابت البيت. استغفر الله العظيم يا رب. ولا هي متعوده تخرج من غير ما تستاذن من جوزها؟ هتتاخري عند ابو سلام؟ لا، ولو مش عايزني اروح اؤمر وانا اقعد. لا، روحي تاكل لقمة بقى. ماليش نفس. أنا شكلي أحب العيشة هنا أوي. أوعي. غريب، أنا افتكرتك حابب هنا. مين قالك ده؟ كل تصرفاتك بتقول كده. ده أنا حتى افتكرت إنك لو طلعت بره هنا ممكن يجرى لك حاجة مثلا أو ما تعرفش تعيش. تصدق هي؟ أنا نفسي أطلع من البلد دي النهاردة قبل بكرة. أطلع بأي حال من الأحوال. حاسس اني ضيعت سنين عمري في سجن انا صنعته بنفسي. تعبت وزهقت، ما تستغربيش. بكره لما تقعدي هنا شهر او شهرين تعرفي انا اقصد ايه. لازم تروح له البيت. لا، بيته وهو ده الصح. انت عايز الحج ولا عايز اللي يضحك عليك ويعوم على عومك يا حاج عبد الحكيم؟ جرى ايه؟ جرى ايه؟ مالك شدد عليك دي ليه؟ عشان انت غلطان. لازم تروح له وتطيب خاطره ولازم ترضيه. انت لو مكانه عمرك ما كنت هتسامحه، وقليل ما كنت خيطه عيار. وانا مش عارفك كبير يا قوي. كبير ان انا اروح لحد البيت واعتذر له؟ واللي انت عملته ما كانش كبير؟ واللي عمل ولدك ما كانش كبير؟ جريها حاج عبد الحكيم، البنت هتروح فين؟ انت لازم تروح تعتذر له وترجع البنت كمان. مروان مش عايزها. ولدك مش فاهم حاجة يا حاج، وانت الكبير وتعرف الأصول. هلا البنت هتروح فين بعد عشة العمر دي كلها؟ وولدك لو عايز يتجوز تاني يتجوز يا سيدي، ويخليها قاعدة في بيتها معززة مكرمة، يشيلها على راسه ويحطها جوا نين عينيه. بنات الناس مش لعبة يا حاج. انت مش عارف حاجة. أصل لا أصل ولا فصل، أنت غلطان، لازم تعتذر له ولازم نادية ترجع. عبد السلام مجهور يا حاج عبد الحكيم، من ساعة اللي أنت عملته كتم في قلبه، قاعد في البيت لا بيطلع ولا بيروح ولا بيجي، وعقله بيقول له إنك أنت أكتر من أخوه، وكمان عامل حساب لأخوك عبد الله الله يرحمه اللي كان جوز أخته، وأنت ولا همك. خلاص خلاص ترجع، بس لازم يعرف ان العيب من عندي هو، وان بنته هي الغلطانه، ولما ترجع لازم تبززم كل اللي في البيت، وبالنسبه لها تبقى جبريه ستها. وتبوس يدها وتحطها في حمام عينيها. ايوه اكده صح يا حاج، اكده صح. اللي انت عايزه هيمشي يا حاج عبد الحكيم. تصدق انا كنت عارف من الاول انك عمرك ما كنت هقول لها. عشان تعرف ان قلبي طيب. لا انت مش طيب ولا حاجه، انت بس تعرف الاصول والواجب، بس نفسك كبيره شويه. والكبر من الشيطان يا حاج، الكبر والغرور هم اللي طلعوا ابليس من رحمه ربنا. يا سلام يا ناس، يا سلام.
لو الإنسان يعرف إن آخره مدفون في التراب، والناس اللي عمال يشيلهم على راسه دول ها ويحطهم فوق رقاب الخلق، هم أول ناس هيسيبوها يمشوا. خلاص كفاية كفاية، يلا يلا نروح للبيت بدل ما ارجع في كلام. يلا لا لا يلا بينا قبل ما ترجع تاني في كلامك. على مهلك شوية يا ست جبرية، مش قادرة. عجزت ولا ايه حواليا؟ رجلي طول الليل بتنشر عليا، حرام عليكي. خلاص جربني. همي. روي بالي. دراعي اما كان متجوزها. يعني هي ما قالتلكيش اي حاجه؟ ما فتحتش خشمها، خبيثه خبث السنين. طيب ما عرفتيش منها مروان مخبي البيت فين؟ لا ما عرفتش، بس هعرف. هو انا هسكت. يخيبك يا مروان، قالوا انا فاكراه طيب، طلع سهون وميه من تحت تب. عشان لما اقول لكم انكم ظالميني تبقوا تصدقوني. مصدقينك يا اختي. بصي يا ناديه، عايزاكي تشمشمي وتتقصي وتعرفي لي من البنت دلال مين اللي عمل العمل لفوزيه. هيكون مين يعني؟ يا بنتي انا عايزه الحقيقه، عايزه تعرفي منها كويس قوي مين، عشان لما شرشح وافتح صوتي قد كده محدش يقدر يقول لي تلت التلاته كام. فهمتي؟ اللي تؤمري بيه يا عمتي. يا بوي، ده يوم ما جبريه تتفضح يبقى يوم السعد والهنا كله. اصبري ان شاء الله ربنا هيفتحها. شوفي مين. يا رب يا ساتر. يا اهلا وسهلا. حاج عبد السلام هنا؟ موجود يا اخوي، اتفضل. تعالى يا حاج عبد الحكيم، اتفضل. اتفضل يا عمده. تعالى يا عم اسحاق. يا رب يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا الف خطوه عزيزه، اهلا بالرجاله الكبار. اتفضلوا. اهلا وسهلا. ازيك يا عبد الحكيم؟ يا اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. ازيك اسحاق؟ اتفضل اتفضل. ازيك؟ كيفك يا ست الكل؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا عمده، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا ست كريم؟ وازاي بناتك؟ فضل ونعمة من الله، كويسين الحمد لله. دايما يا رب. ابوك فين يا نادية؟ موجود. خير؟ اطلع عند هيلو يا نادية. ليه؟ الله، جاريها نادية لما ابوك اسحاق يقول لك اندهي لابوك تندهي له على طول، ما عايزينش لا توعجن احنا، ولا ايه يا كريمة؟ لا عينينا. حاضر. روحي يا نادية قولي لابوك في ضيوف عزاز قوي عايزينك تحت. يلا يا حبيبتي. تشربوا ايه؟ قهوة عبد الحكيم أنا عارفاها، وقهوة إسحاق زيها بالظبط. وأنت يا عمدة قهوتك إيه؟ مظبوطة إن شاء الله. وأنت؟ لا أنا قهوتي عاد لما الحاجة اللي إحنا جايين عشانها تنقضي. تنقضي إن شاء الله. أهلا أهلا حاج عبد السلام. عبد السلام كيفك؟ مرحبا. الله جاريها يا ابو نادي، يعني سلمت علينا كلنا والحاج عبد الحكيم له ليه؟ بقول لك ايه يا حاج كامل، انا قلت انت لما ترجع من الحجاز هتجيب لي معاك حاجه من ريحه النبي يعني. عليه الصلاه والسلام. اتفضل اقعد. اقعد يا محمد، اقعد اقعد. معاك حاجه يا ابو نادي، انا غلطان بس انا برضه جاي لك النهارده وجايب لك صاحبك وحبيبك معايا. انا لا ليا اصحاب ولا احباب. شفت يا كامل؟ مش اللي ما يقول لك حاجه تسمعك. استهدى بالله عادي يا عبد الحكيم، اقعد.
اقعد ما توجعش دماغنا عاد. توجع دماغك؟ ايوه ما توجعش دماغنا، انت غلطان، واحنا جايين نستسمع الحاج عبد السلام ونقول له حقك علينا. حقك علينا يا عبد السلام، واحنا مستعدين نحبه على راسك واحد واحد، واولنا عبد الحكيم، عشان اللي حصل ده كبير، كبير قوي، بس انت احسن مننا كلنا، وانت عودتنا على كده. يلا عبد الحكيم. يلا تعالى. يلا تعالى يا عبد الحكيم. قوم يا عبد السلام قوم. على راس عبد السلام يلا. قوم يا راجل قوم. حب على راسه. الله. ليه كده؟ ليه كده يا عبد السلام؟ انت جنيت ولا ايه؟ يلا يلا عبد الحكيم. استنى اسحاق. ليه كده يا عبد السلام؟ الراجل جاي لغاية بيتك عشان يحب على راسك. تقوم تعمل كده وبيتك. عبد السلام ليه كده يا عبد الحكيم؟ نار في نار. اخويا عبد السلام عبد السلام اللي عملته ده يا عبد الحكيم سلام تبقى غاوي يا عبد الحكيم غاوي يا عبد الحكيم لا يا حبيبي اطلع يا عبد الحكيم اطلع يا عبد الحكيم بس اقسمي 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 ابوكي ما ماتش ابوكي ما انقتلش كامل اسحاق ما عنديش حد مات ما عنديش حد مات غير لما اخد طارق اخطر عبد السلام ما عنديش حزن كلامي مفهوم ومسموع يا انا ست جبرية فوقي ست جبرية ست جبرية عملني عبد الله عملني عبد الله تقدرش تقتلني انا قتلتك هقتلك تاني وتالت كسرت قلبي عبد الله عملني عبد الله عملني كنت اللي قتلتش عبد الله هقتلك تاني عبد الله ست جبرية فوق يا ست جبرية عملني عبد الله ست جبرية فوقي 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 يا ست جبرية فوقي بقى عبد الله ست جبرية استحيل 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 بالله عليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع مقتك وادبك عنا يا رب روح يا كامل روح اطمن على ابو حكيم شوف فيه طيب هروح يا دير محدش يجي جنب الجثه لحد الحكومه ما تاجي هي من دي اللي حتيجي يا اسحاق الحكومه يا كريم عشان ايه عشان تحقق في ايه في ايه بس يا ست كريمه مالك انت معانا ولا تايهه منينا ولا ايه بالظبط يعني؟ لا انا مش تايهه. انا معاك وفايقه كويس قوي. بس انا مش فاهمه. انتوا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ على القتيل اللي قدامك ده؟ قتيل؟
فين القتيل ده؟ أنا مش شايفة قتلة. عبد السلام أخويا مات قضاء وقدر، وجايز هو اللي طخ نفسه من حرقته وغيظه. ست كريم، أنا خابر اللي في دماغك وشايف الأمور تمشي جنون يا أحسن. كان هو عمل حساب للجنون لما كلملنا وحلنا وساب لحم أخوه مرمي في المستشفى، مفكرش إني يلم عرضه وشرفه ويحاكي عليهم. ولا إيه يا عمدة بلدنا؟ يا ست كريمة سيبك من اللي انت بتقوليه ده وخلينا في المهم. وتخلطيش الأمور ببعضيها يا ست كريمة. اوعى تقولوا إن أنا بخلط الأمور ببعضها وإن أنا ظلمة. لا، كده انتوا اللي بتخلطوا الأمور في بعض وبتدافعوا عن الظلم وعايزين الفساد يعلى والظلم يعم. لو ده كلامكو تبقى انتوا كمان محتاجين ضرب النار. مش اجديه خالص يا ست كريم. اجديه ونص، اجديه ونص يا عمدة. وانا الكلام عندي خلص. اتفضلوا اتفضلوا. شد حيلك. يقولوا ايه؟ طار عبد السلام كله نسوان، ما فيهوش راجل ياخد بطاره
وعبد السلام مات كده اهو وراح في طيس ملهوش دية. نسيبه يعني؟ نسيبه نسيبه؟ لا يا حبيبتي مش هنسيبه مش هنسيبه، بس عايزاكي اي حد يسألك تقول انه ما عرفش حاجة. انا رجعت انا وعمتي ما لقيناش ابويا في البيت، سمعتي؟ يعني عاوز انا اكتم في قلبي وانا عارفه مين اللي عملك ده؟ ايوه تكتمي في قلبك وتحطي بقك تين تين والنار اللي جواي اطفيها. لا ما تطفيهاش، تسيبيها تولع 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 وتزيد لحد ما تحرق البلد باللي فيها، لحد ما تحرق البلد باللي فيها. وإن كان على طرفوكي هناخده هناخده يا نادية، بس بالعقل مش بالرصاص والدم، سمعتيني؟ قومي قومي يا بنت اغسلي وشك وتعالي يلا. قتلك عبد الحكيم، قتلك يا اخوي، قتلك يا اخوي، قتلك عبد الحكيم، بس وشرفك ورحمتك ورقدتك في تربته هسيبه، مش هسيبك يا عبد الحكيم، ولا هسيب كبرية، ولا هسيب حد تسلي على طرف. شد حيلك عشان نوصل. رجلي مش شايلان يا دلال. ومين سمعك؟ ده انا كنت هطب ساكته لولا ستر ربنا. ايه اللي حصل؟ مفيش، اول لما جربنا من الطاحونه وكان شياطين الجن حاجت علينا وصوتها بقى يجلجل وكاني هطرش، وانتي وجعت مني ما جيتش عارفه اعمل ايه. انا بكره الطاحونه دي، بترعب منها. ومين سمعك؟ مين ما يترعبش منها؟ هي دايرة تاكل في الناس. بس هي دارت ليه؟ بيقولوا زمان ان الطاحونة دي عاملة زي الدنيا، بتاكل وتهرس اللي يظلم. طيب يلا يلا نمشي ونحملوا المطرح دي. يلا يلا. ايه يا عبد الحكيم؟ يعني جيت ودخلت على المكتب كده ولا طلبت الغدا ولا حاجة؟ حد مزعلك؟ بقول لك كنت عاوزة اتشاور معاك في موضوع كده. الصراحة يعني فات على موت عبد الله الله يرحمه كتير، وانا ما شايفاش يعني سبب للتأجيل. اصل بصراحة كده انا عايزة اعمل فرح، فرح كبير،
كل البلد تحكي وتتحاكى عني. مالك يا ابو حكيم؟ ساكت ليه؟ تغيرت رايك ولا ايه؟ لا انا حتجوز ويعني حتجوز. اسكتي اسمعش حسك، سيبني لوحدي. سيبك لوحدك يعني؟ انا عارفه كويس اللي بيدور في راسك، لكن لا انا مش هسكت المره دي. ده حقي، حقي ان اتجوز ويبقى لي عيال وبيت زي زيكم. انتوا ايه؟ لا بترحم ولا بتسيبوا رحمه ربنا تنزل. ولعلمك انت لو ما حددتش يوم لكتب الكتاب انا هتجوز وغصب عنكم كلكم. ها انت تسيبيني لوحدي؟ انت ايه؟ ما بتفهميش؟ انا في مصيبه. ابعد عني، حل عني. مصيبه ايه دي؟ هي يعني المصايب ما تجيش لما يكون ليا مصلحه؟ ايوه فهمت. كريمه وعملها المجندل اللي عملتهولي، السحر اللي سحرت اهلي اشتغل. ايوه عشان انت كنت موافق على الجواز. دلوقتي لا طايقني ولا طايق تسمع حسي ولا طايق سيره الجواز. الله يحرقك يا كريمه وياخدك. لكن وما جام المصطفى لو الموضوع ده خرب ولا حصل فيه حاجه لكن شق بطنه ومطلع بصرينها البر. يا بوي يا بوي، الكلام اللي سمعته صح؟ كلام ايه اللي سمعته؟ صحيح انك طخيت عمي عبد السلام وجبت اجله؟ يا لهوي يا بوي، الكلام ده صح؟